بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه القصة لقطة واحدة يتكلم فيها إنه رسول ونجناه وأهله، خلاص. رسول بأي منهج؟ معروف المنهج بتاعه، قمة المنهج بتاعه العملية التي تحفظ طهر النسل في أماكنه المعتقدة. وبعدين جاب الغاية إنهم قوموا عرضوه في هذه، فنجيناه من الخسف والرجل وأغرق ودمرنا الآخرين. إنما هل القصة دي هي بس كده؟ ده القصة لسه فين؟ من أول إبراهيم لما راح فآمن له لوط وقال إنه، وبعدين مسك الحكاية وضيف منكرون ومش عارف، وده قصة طويلة. قال لك في لقطات بتيجي كل لقطة في مناسبتها. فبعض الناس اللي هم استصحيين يقول لك ده تكرير في القرآن، يقول له لا، ضربوا أكبر مثل في التركيب، يقول لك قصة موسى والثعبان والحية والعصا بتاعته إن ذكرت كذا هنا وكذا هنا وكذا هنا. قال له يا أخي أنت أغبياء، هنعمل لكم إيه؟ أنتم متحاملين. طب ده المرة الأولانية كانت تجربة أمام الله الذي بعث موسى بمعجزة العصا، فقال له اعمل التجربة قدامي عشان ما يبتدئهاش لما يروح. كويس كده؟ وحب يقول له انها هتنقلب حيه وهتخاف، ده احنا هنردها سيرتها الاولى. وقال خليه يخاف علشان نعرف انها انقلبت حقيقه، ودي معموله تجربه قدام مين؟ ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، هذا اول المساله. بالله ما تلك بقى، ربنا بيستفهم عن اللي موسى ماسكها في ايده. ده اسمه كلام الإناث، لأن دي موضوع الكلام. قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهم يقول لك حتى كلام موسى زاد عن المطلوب. طب ده ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا وانتهت. هو قال عصايا، طب معنى أنها بتاعتك لأنها في إيدك. طب واحنا اولادك بتعمل بها ايه؟ اتوكع عليها واهش بها على غنم ولي فيها. قال له طب قطم ليه كده وقال مآرب اخرى؟ ما كان يسوق بقى فيها ويقول لنا المآرب ايه؟ ما كان يقول له بحطها على كتفي كده واشيل بقى المتاع بتاعي، مش بيحصل كده؟ اضرب واحد عدو بها ليا، الله اعملها كده وانطر عليها توب عشان تضلل من الشمس، ما هي دي المآرب الاخرى. طب ما قلتش ليه؟ قال لك لا، موسى أنس بخطاب ربه، فما حبش يقول ده ايه جزر وقطمها جحش، كان يقول عصا ويسكت يبقى معناها انه يعني. قال لك لا، ده يطول، ده أنس بربه ويتكلم بقى يا ربنا. طب وليه قطمها الاخر كده ولما قال مآرب اخرى؟ قال له هو عرف انه زودها يعني، فخد شويه من كده وشويه من ايه. قال له دي مهمتها معك يا موسى، ولكن لها عندي مهمة أخرى، ألقها يا موسى. فألقاه وحصلت بقى حية، فأوجس في نفسه خيفة موسى. كن موسى يخاف دليل على أنها بقت حية صحيح. قال له ما تخافش، هنعيدها سيرتها الأولى. قال له هي دي بقى الآلة تروح بها لمين؟ لفرعون. يبقى دي أول مرة اسمها التدريب على المهمة. لما راح لفرعون عمل له العمليه دي قدامه، قال له لا ده انت ساحر ومش هينفع الا لما نجيب لك السحره في يوم وقت معلوم وتعمله يوم الزينه والناس كلها تحضر ونعمل بقى الايه
مباراة. يبقى إذن ثلاثة كل واحدة لها إيه؟ لها موقف. جابوا حتى أيضا إنه لك اللي عدو إنه بيثبت إنه إيه فاستغاثه الذي من شعتي على الذي من إيه؟ من عدو. وبعدين يجي يتكلم على عدو تاني تقول له يا شيخ العداوة هنا غير العداوة هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون له إيه؟ يكون هو لهم عدو. خلاص هي كلمة عدو اللي فيها الكلام. طيب عدو وبعدين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. العدو من مين بقى؟ من موسى لهم. قال لك العداوة لما تبقى بين من في فرد واحد والفرد الثاني مش عدو لا تطول المعركة، إنما المعركة تطول لما يبقى العداوة من هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. يبقى إذن عداوة من هنا وعداوة من هنا تبقى المعركة هتحمى بقى ولا لا؟ يبقى دي غير ودي غير. الله. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. شوفوا النتيجة إيه. طبعا بقى القصة مذكورة بقى طويل، ضيف منكرون ومش عارف إيه، معمولة في حتة تانية. وإن يونس لمن المرسلين. الله. إذن السورة جاية بتدي لقطات موجزة أو بكلام برقي، يعني البرقياتي، ما بتجيبش بقى القصة من أولها. يقول لك طب شوف قصة يوسف أهي جت من الأول في الآخر. يبقى معناها أن الله لو أراد أن يقص لي قصة من أولها لآخر إيه؟ هيجيبها لي، ما جايب زي ما بيقولوا فيها الحبكة الفنية اللي أنتوا بتقولوا عليها. لكن ربنا مش جاي عشان يعلمني تاريخ، ربنا بده يعلمني عبر في لقطات. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجابهة قوم له ومقابلة مهمته باللدد والخصومة والعناد والكفر كانت تقتضي أن الله يثبته في كل آونة، فيقول له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويجيب له لقطة، ويجي يزعل من حاجة ثانية يقول له جيب له لقطة، ويجيب له لقطة من الرسل، وبعدين يقول له إذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الرسل ولا فيش حاجة رسول بعدك يبقى كان يجب تضرب متاعبهم في ألف، لأنك أنت مبعوث للناس كلها ومبعوث لآخر الزمن. فيبقى دي تسلية لمين؟ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا إحنا شاهدنا الثورة سنة 52 وبقينا نشهد الاحتفال بذكرى قيام الثورة كل سنة، كل سنة قال القصة وبعدين يزودوا حاجة ويعملوا حاجة وتيجوا، وإلى الآن بيستدرك ويقول لك لا ده حصل مش عارف ايه وحصل. فاذا كل لقطه جايه في مناسبه لنثبت به فؤادك. وان يونس لمن المرسلين. شوف الكلام. اذ ابق الى الفلك المشحون. أولا أثبت له أنه مرسل، عشان إن حدث بعد ذلك حاجة تطعن في إنه مش كده يعني نقول لا ده سبق أنه مرسل. يبقى خد كل ما يأتي في إطار إيه؟ إنه مرسل. فإذا حدث منه حاجة أنت في نظرك إنها ما تليقش برسول قول له اللي بعته قال إنه هو مرسل وما عزلوش من الرسالة بعد الحكاية دي ما حصلت، أبقاه برضو رسول. يبقى أنت ملك أكثر من الملك، يعني غيران على ربنا أكثر من الملك. لأنه بقول أبق. أبق من مين؟ ده أبق يعني هرب، ولا تقال هرب مطلقا، لا ده هرب العبد من سيده.
هرب العبد من سيده، مش ابن مني ولا صاحبي ولا. أبق يعني هروب العبد من إيه؟ من سيده. طب مش من مستأجره، مش من ابنه، لا من سيده. ليه؟ قال لك لأن العبد مملوك بملك اليمين، وما دام ملك اليمين يبقى ذاته كلها تبعه. يقول لك يا سلام خدت ذاته كده واشتريتها، قلت انا خدت ذاته واشتريتها عشان حقن الله بذات اللي انا اخذته دي دمه، فبدل ما كنا نقتله في الحرب ما هو ما يبقاش عبد الا اذا قدرت تأسره وتجيبه عندك ويبقى عبد. طب ما دام تقدر تأسره ما كنتش تقدر تقتله؟ كنت تقدر تقتله. طب امال ايه ما خدش تقتله؟ قال لك لا ده، قال له لما تقدر عليه وتاخده اوعى تقتله، لان ده بتاعك، ده ملكك، ده هيبقى بتاعك تتصرف فيه زي ما انت عايز. يبقى الله ملكه الرقبه بتاعته لانه حمى دمه من ان يراق. يبقى ما تتأنزحش بقى وتقول الرق والحريه، لا تقارن بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل. لأن يسترق ويبقى عنده واحد يخدمه ولا يقتل؟ لو خيرته يعمل ايه؟ لا يسترق. وبعدين شوف لما حقن دمه بهذه، حقن دمه، يبقى كان دي جميل ولا مش جميل؟ انتوا قدتوا على اننا بنسترق. محمد جاء لا ليشرع الرق، وانما جاء ليصفي الرق، لأنه جه والرق موجود وله 23 مصدر. فعمل إيه؟ قلل المصدر، خلاه بس إنك أنت تأسره في حرب شرعية، إنما بقيت المنابع سده. وعدد المصرف، ذنب بينك وبين ربنا يقول لك اعتقرابي، يعني اتكفرت اعمل اعتقرابي، عملت مش عارف إيه اعتقرابي، قال له طب ما اعتقتش ما عملتش حاجة. قال لك اكتزل عقبة فك رقبة. الله عمال ايه يشجعني في ان انا حل. طب مش عامل دادي ولا دي، لا عملت ذنب ولا عمل يزمني كفارة ولا انا عايز اقطع العقبة. قال لك ان كان بقى ولا بد كده فعامله كما يأتي، يأكل من أكلك ويشرب من شربك ويلبس من اللي بتلبسه ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كلفته ما لا يطيق فأعن إيدك بإيده. يبقى لما يكون إيدك بإيده يبقى يختشي. الله إيه المعاملة دي؟ قال لك أهو كده يجب أن تنظر إلى الإيه؟ الرق. جففت منابعه إلا منبع واحد وهو الحرب المشروعة. طب ولماذا أبقى في الحرب المشروعة؟ قال لك لأنني عدو، فيه عدو كافر بيحتلني وحياخد أولاد من أولادي وحياخدهم يأسرهم، هنعمل بالمثل. إن فدوا نفدي، ما فدوش نمسك، إن أطلقوا الصراح نمسك. هو ده اللي حصل ولا لا؟ نعم هو ده اللي حصل. إذن محمد لم يأتي ليشرع الرق، وإنما جاء ليشرع للعتق. فإذا كان الإنسان اللي معتوه ذكر، ما سهلة هتنتفع بعرقه في العمل. فكلمة أبق هي أن يهرب العبد من سيده. نقول له بقى تعالى اللي عايز تأخذ على سيدنا يونس والنور أبق، ده سماه أبق، يبقى كأنه معترف بأنه هو عبد الرب. نعم أبق يبقى عبد الرب. طب وعبد الرب إذ أبق إلى الفلك المشحون ليه؟ قال لك أهدي اللقطة دي ما جاتش، واللقطات التانية في الصور التانية. ومن العجيب إن الصورة المسمى باسم يونس لا تجد فيها لقطة واحدة إلا أنه من المرسلين، بس الصورة باسمه ولا فيش فيها إلا أنه من المرسلين. ما تجيب حتة من تاريخه. والله تعجبت أنا، أمسك الصورة وأقلب فيها والله بقى سورة يونس اللي هي مسألة. قال لك عشان المسألة مش ميكانيكا، مسألة مرادات، مرادات حق.
عشان تعرف اننا هنا التزام. يونس اسمينا السور اسمه ومش هنجيب الا اسمه مره واحده، وبعدين نجيب في الصور اللي مش مسمى باسمه كل تاريخه. ايه بقى القصه؟ اذ ابقى الى الفلك المشحون، هم واخدين عليه من ايه ثانيه، وزنوني يعني صاحب الحوت اذ ذهب مغاضبا. معنى مغاضب غير غاضب. الغاضب من ناحيته، انما المغاضب اللي قبل والاخر غضبان، الاثنين ورا بعض. زي ايه؟ شارك محمد وعمرو وعمرو محمد. طب وغاضب غاضب داود غاضب، دي الاثنين، انما غاضب يبقى من ناحيه واحده. مغاضبا مع من بقى؟ هات للطرف الاخر، مع ربه ولا لما كذبوه مررت ما طائتش النقاش، فقال لي عن أبوك بعدي. وقال ربنا بيحبني وحيستحمل مني الحكاية، فسبهم. يبقى مغاضب لقومه لأنهم تعبوه في الاقتناع، مش مغاضب لربه. ولذلك ربنا قالها وزنوني إذ ذهب إيه؟ فظن قال بيقولوا نقدر، يعني هو افتكر ان احنا ما نقدرش عليه نجيبه ده. لا، ده ذهب مغاضبا ظانا ان ربه لن يضيق عليه، كما قال في ايات اخرى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. مش هيضيع عليه برضه، بيحبنا يعني يسيب لي دي لانني زهوت منهم. إذن عبوديته لربه ملحظها من قوله إذ أبق، لأن أبق تبقى من العبد للسيد، يبقى سيد الله وهو عبده. فلك المشحون، الفلك السفينة يعني، ومشحون يعني إيه؟ ملان. علشان إيه؟ ليه جاب دي؟ قال لك علشان يثبت ان السفينه لها حمل خاص. هذا الحمل الخاص زي ما عرفنا فيما بعد بتاعت قاعده ارشميدس ولا ايه، الماء المزاغ الحجم قد بعضها، فلما بقى تيجي كده زياده تغرق السفينه. اللي هي فكره الغواصات. ومعنى غواصه ايه؟ مش بتغوص في بطن البحر. ايه بتغوص في بطن البحر؟ طب ازاي بتغوص في بطن البحر بتغرق ازاي؟ قال لك الخزان اللي فيه يملاه ميه، يمسك لها يزداد عن حجمه، تقوم واخدها للقاع، عايزه تعوم يفك الخزان الميه اللي فيه تقوم تخف. ولذلك يقولوا لنا في الفلاحين خف تعوم. نعم. اذ ابق الى الفلك المشحون، ما دام مشحون يبقى زي كسر في الرايه البطال. قال لهم انتوا العدد زايد، لازم حد ايه يطلع. يطلع مين؟ برضو عداله. قال نعمل قرعه، فعملوا قرعه دخل فيها سيدنا مين؟ يونس. قام السهم بتاعه طلع في انه هو اللي يخرج ولا يترمي في البحر، فترمى في البحر فالتقمه الايه؟ هات بقى. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم، يعني كل واحد طلع له سهم، مين اللي هيترمي؟ طلع هو اللي يترمي. فكان من المدحضين. مدحض يعني ايه؟ خاسر في الصفقه، لان احنا عايزين واحد عشان يطلع من نرميه من السفينه، السفينه هتغرق. فطلع هو فالتقمه الحوت. شوف دي بقى اهي دي تخدم. فظن ان لن نضيق عليه، بطن الحوت اللي قد كده مثلا ساعته قعد مده على ما الحوت مش عارف ايه يروح ويلفظه مش الله. فساهم، كلمه ساهم يعني عمل قرعه، والقرعه دي بتنعمل
علشان عدم اتهام المالك له بالتحيز. يعني عايزين دي ولا دي، نقول والله نعملها اسهم، شوف ده هياخد ايه ولا هياخد ايه، يبقى مش شغلته بقى، دي شغله قدريه خالص ملوش دعوه بها، هواه ملوش. اسقاط الهوى من الحكم على شيء دليل على عداله التحكم، لان لو مش عداله التحكم يجيب اي واحد كده يقول له يلا هنا، ولا بنقسم دار بين شركاء وبعدين عاملين ايه اللي خصموا لك، حط ايدك شوف شوف هتاخد ان ايه الحته ان ايه، يبقى معنى ذلك انا ماليش راي فيها، يبقى انا ماليش هوى، ما بخدمش هوى. انت مد ايدك وخد اللي تاخد، وخصوصا يجي يمد، خلي واحد يمد ايده طفل صغير لا يعرفه التميم دي، يمكن واحد تاني يعرف الورق بناعم ولا مش ناعم ولا الكتابه ايه، ما يعرف، قال لك طفل صغير. هذه مساله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينه مهاجرا كان كل بيت يحب ان النبي يسكن فيه، ومش عايز يكسر خاطر حد، كل ما يمر كده وعايز ينزل هنا وعايز ينزل هنا وعايز يمسكه زمام الناقه، يقوم النبي يحتمها يقول دعوها فانها ماموره. ماموره نقل المساله من هوى نفسه خالص، والله ده الناقه ماموره انها تحط واطرح ما تحط، وانا مش عارف هتحط فين، فحطت عند مين؟ ابي ايوب الايه؟ الانصاري. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهمه فكان من المدحضين من الخسرانين في السهام، فالتقمه الحوت وهو مليم. التقمه، شوف كلمه التقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني ايه؟ فعل ما يلام عليه مش ما يعاقب عليه. في فرق بين ان نعاتب ونلوم وبين ان نعاقب، لان العتاب ده ينشا بين الاحباب، اما العتاب فبالاحبه اخلقوا، والحب يصدق بالعتاب ويصدقه. فيبقى اللي عمله ربنا مش بيعاقب ده بس يعني كده، لا، وهو مليم يعني ايه؟ فيه اللوم عليه، فيه عتاب، ما كانش صاحي تزهق من اول الم كده، ما تنسرعش من اول كف زي اولاد الكتاب، ده هم جايين انت لازم كنت تصبر وتستنى. فالتقمه الحوت وهو مليم، اي فعل ما يلام عليه، واللوم ضرب من العتاب لا يدفو الى مرتبه العذاب، وهو اخلق بمن انك انت اللي تحب ان تفضل وياه. واحد عمل مثلا حاجه وياه وانت حريص على ان يظل في صحبتك، تقوم تقول فلان عمل كذا خلاص ما انتش رايح له، يقول لك لا عاتبه لعل له عذر وانت تلوم. يبقى ما تعاتبش اللي انت عايز الا مين؟ الا من تريد استبقاءه معك. فالتقمه الحوت، يبقى الشافع لسيدنا يونس كم حاجه دلوقتي؟ اذ ابق، لانه كانه عبد لله، الى الفلك المشحون، وظن ان لن نقدر عليه يعني لا ايه؟ نضيق، وبعدين ربنا لامه على الحكايه بس لوم، واللوم مش عذاب، بل لوم اشعار باننا نعاتبه على امر ما يصحش يعمله لاننا بنحبه، لان كنا عايزينه يبقى كذا وكذا وكذا. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم. يبقى التسبيح بتاعه والعبوديه، التسبيح معناه التنزيه المطلق لله، يبقى لولا ان هذا كنا نقول له خليك. نعم. فلولا انه كان من المسبحين، يعني كونه من المسبحين جعله موضعا للوم والعتاب لا للايذاء والعذاب. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. طبعا قال بقى بعدها امال اللي عمل ايه؟ فنبذناه بالعراء، دكه في الحوت، قال التقمه، ما قالش اننا حطناه في قلب الحوت، انما في الاخراج نبذناه.
يبقى في الشيء اللي فيه ظاهر يعني انه خده كده نسبه للحوت، تقمه الحوت، انما في الاخراج بقى ويطلع بره كده إيه؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، متعب من الحكايه اللي كان فيها، في الضيق اللي كان فيه ده، نعم، او هو سقيم من التفكير اللي حصل وما كانش صح اعمل الحكايه دي، وقعد بقى يقود سقيم معنوي سقيم مادي زي بعض قد بعضه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين. سمناه في العراء كده عشان هو طالع بقى عليه بقى المخاط وعليه البتاع بتاع العوش شغلانه، وكان الدبان يجي عليه والحشرات والدنيا وبتاع، قام عمل له ايه؟ شجرة اليقطين اللي وراها عريض دي، القرع دي، وعشان تداريه كده وتعمل مش عارف ايه. ولذلك سئل رسول الله انت بتحب اليقطين؟ قال شجرته اخي يونس. يا سلام. وانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه تاني. يبقى اللي عملوا كل دي ما قدحش في ان يظل رسولا، يبقى وفر كلامك بقى ولا تعوش تدخل كده رسول مش عارف. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بقى، يعني ربنا مش عارف هم كام. ده بده يدينا خصوبة التعبير، لما تقول له العدد ده كذا ويمكن زيادة عن كذا، تطمنه على إن العدد موثوق به، ده ما كانش زيادة. يبقى غرض يقول انهم 100,000 والزيدين عن 100,000، والى لقائنا اخر ان شاء الله.